بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. بين يدي تسجيل وحوار حصل بين وهابيين، وقد نشر ذلك المقطع التعليمي للمسلمين، نستمع إليه ويكون التعليق بعد ذلك لتروا ماذا فعلت هذه الفرقة الجانية على المسلمين وكيف استبدلت استبدلت الثوم والبصل والعدس بالمن والسلوى. نستمع والتعليق بعد ذلك. إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لماذا تقرأ على يدك؟ أعاني من مرض جلدي، وهل ورد هذا في السنة؟ نعم، هذه طريقة العلاج بالقرآن. ولماذا اخترت هذه الآية؟ هذه الآية مجربة، وقد طبقها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورضي الله عنه عندما كان يعاني من مرض جلدي. وكيف نطبق هذا الفعل؟ اقرأ هذه الآية: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت على مكان التقرحات والحبوب لمدة يومين، وبإذن الله ستشفى بإذن الله. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الفرقة الوهابية أصابها إعصار فيه نار فاحترقت على ضلالها المبين. قل لأي وهابي في العالم جاء عن الشيخ الإمام الشعراني رحمه الله تعالى وصف من هذا تكون سببا لعلاج مرض من الأمراض، سيأتي ورد ولم يرد بدعة وضلالة إلى آخره. قل قاله النووي رحمه الله. لا لا يا أخي، لا تقول قاله النووي، قل قاله الشافعي رحمه الله. الشافعي محمد بن إدريس إمام ربع المسلمين. قل قاله أبو حنيفة بدعة وضلالة. يا أخي هم رجال ونحن رجال، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فهذه القواعد لماذا لا تطبق على ابن عثيمين؟ تذكرون قبل فترة حينما أتينا بمقطع للفوزان وهو يسأل عن قضية الجلوس قبل تحية المسجد والمؤذن يؤذن، نشرناه بصوته وهو يقول: كنت بجانب الشيخ عبد العزيز بن باز والمؤذن كان يؤذن فقال لي اجلس اجلس، فجلست. وهذا يدل على أن هذا الفعل جائز. ما الذي يدل؟ يدل قول العلامة بن باز. الله أكبر. طيب قول الإمام النووي وهو وبن باز لا يأتي شعره في جسد الإمام النووي بالعلم؟ لا يا أخي، هؤلاء رجال. الله أكبر، وبن باز ليس من الرجال. ولا لا 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 لا، هؤلاء جاوزوا القنطرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نسمي هذا؟ على فكرة كل خصة موجودة في الفرق الإسلامية أخذتها الفرق الحشوية وأضافت إليها اللامنهجية. كل خصة موجودة عند الفرق الإسلامية موجودة، التقية موجودة عند الشيعة، أخذها هؤلاء الناس. الخروج عن الإمام الحق قال به الخوارج، أخذه هؤلاء الناس. الكرامية قالوا بالتجسيم، أخذه هؤلاء الناس. ثم يضاف إليه اللامنهجية. إيش اللامنهجية؟ يعني أعطي قواعد ولا ألتزم بها. التطبيق شيء والعمل شيء آخر. والرجل يتكلم بجدية
على فكرة المبدأ أنا لا أناقض في هذا المبدأ، يعني والله إن واحد بن عثيمين ولا ابن ما أعرف مين ولا كذا جلس ويقرأ سورة إيش، أي سورة من السور وجاء وأتت بنتيجة، ما عندي مشكلة، حتى وإن كان يعني لا أدري أقول يعني. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن واحدا كان له جار وكان يقرأ آية ويرددها طيلة الليل، يقرأ الآية ويرددها، الجار مغفل، فهذا تقطع قلبه لأنه يراه يقرأ الآية ويبكي، يسمع التمتمة وقراءة القرآن لكن بعيد عنه قليلا، لكن يسمع النحيب والبكاء، فحينما أصبح الصباح راه قال يا أخي والله قطعت قلبي من الخوف، ما هي الآية التي يعني جعلتك تبكي كل هذا البكاء وتكررها مرة ثانية؟ فما هي الآية؟ كانت يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كتاب الله متعبد بتلاوته ولكن الغباوة تفعل فعلها بصاحبها، يعني هذا ليس موضع بكاء ونحيب. طيب المجربات ما في عندي مشكلة إلا إذا وصلنا إلى مرحلة الغباوة، يعني إيش يعني مجربات؟ أو قلنا مرات وكرات هناك مآخذ، يعني مثلا في صاحب العقائد النسفية ذكر أسباب العلم ثلاثة: الخبر الصادق، الحواس السليمة، ماذا؟ العقل، وهذا الذي يعتمده أهل السنة والجماعة. الشرعيات السمعيات إيه؟ نأخذها من الخبر الصادق، يعني قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل في إثبات صدق الأنبياء وفي إثبات وجود الإله إلى آخره، المسائل العقلية. الحواس الصادقة التجارب، يعني جرب الأذان فوجدوا له أثر وأنه ربما يساعد على تخفيف التوتر النفسي فجعلوه في علاجاتهم. الصوفية جربوا أشياء غير الصوفية يا أخي، الأطباء ترجع إلى كتب السابقين، تجد في المكتبة، مكتبة السليمانية في اسطنبول، تجد زاوية كبيرة اسمها الخواص في الكتب القديمة. إيش هي الخواص؟ كل آية إيش خواص؟ من أين أتوا بهذا العلم؟ أتوا به بالتجربة. قد لا يكون هذا من الآية، انتبه جيدا، الآية يعني جربت في هذا، قد لا يكون من الآية، قال والله من قرأ بيت البرد الفلاني 50 مرة على الموضوع الفلاني حصل له كذا وكذا من الحاجات التي تؤثر في الجراح وغير البردة يا أخي، عبارات. طيب هذا ربما إذا وقع بيد طبيب علماني لكن منفتح ليس منغلق، ليس يعني قفل عقله، ربما قال لك يا أخي هذا بسبب الذبذبات الصوتية التي تصدر من هذا فلها تأثير معين، لأنه وجدنا أن الموسيقى تؤثر. طيب ما هي الموسيقى؟ عبارة عن ذبذبات صوتية، فجعلوها علاجا لبعض الأمراض النفسية. فحينما نقول لك الذكر يا أخي والقرآن أيضا ذبذبات صوتية، هذه إذا قلنا لك ذبذبات صوتية صدقت، وإذا قلنا لك آيات قرآنية لم تصدق، لا هذا شأن الضالين. فالفرقة الوهابية المساكين هؤلاء عندهم تناقضات لا تعد ولا تحصى، وحتى يذلهم الله سبحانه وتعالى كل ما اعترضوا به على أهل السنة والجماعة وقعوا فيه. هذه مقاطع تعليمية، ابن عثيمين يصيب بمرض جلدي، ينص يصاب بمرض جلدي إيه؟ ثم تلا هذه الآية وكررها كذا وكذا مرة ولا كذا وكذا يوم، بعد ذلك عوفي منه إيه؟ لا يقال هذا دليل شرعي، هذا شيء راجع للواقع. طيب لماذا تعترضون على الصوفية وهم يفعلون ذلك؟ أنت يا عبد القادر الحسين صاحب مقطع اسمه صلاة تازية وقلت كذا وكذا، وهو صلاة تازية على فكرة، صلاة تازية أيضا هي عبارة عن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا أن لها أثرا بالتجربة. إذا قلت لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، تجربة وجدوها، أنا جربتها وغيري جربها، كثير جربها فنفع. إذن لاحظ
كيف يكون التناقضات. هذا على فكرة لو قلنا لهم قال الشعراني وقال النووي رأي الهجوم الكاسح، سكوت تام، سكوت تام، مثل ابن باز ولما يتكلم مع الجن وطالب الجن بالجامعة الإسلامية والطالب يدرس ويحجز غرفة ويمد يده حتى يتناول الباب كذا، وبعدين الطالب يسافر إلى بلده بالجوازات، جواز سفر طالب جني بالجوازات، وعلي أن أصدق هذه الخرافات والخزعبلات. بس ما دام قالها ابن باز إن قالها فقد صدق. خرجوا من هذه القوقعة، فأنا لكم ناصح أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.